صباح الخير عليكم ليلتي الحدقات من جديد ومرحبا بكم معنا في إطلالة كذلك في بداية هذا الأسبوع كعادة كل يوم اثنين وأربعاء مع الحدقة ومع الأطباق والاقتراحات شهوات تقليدية شهوات عصرية خفيفة كذلك للأطفال لكل مناسباتكم العائلية مرحبا وألف مرحبا. لطريقة المشاركة والتواصل معنا جد سهلة مع عليكم وترك بعض الأرقام اللي صعبت عليكم سهلت على الشاف ديالنا كنحاولوا دائما ناخذ ونسرقوا من عنده الحرفة ونعرفوا شنو كاين في دوك الجديدات ياك شاف ديالنا. صباح مرحبا. الخير صباح الخير لاله صباح النور مرحبا لاله يعطيك لاباس عليك عواش مبروكه وحنا دائما مع الالد الاطباق والاقتراحات مقبلين كذلك على شهر الكريم شهر رمضان وقلنا ان شاء الله ترقبوا المزيد والمزيد من الاطباق حويجات ان شاء الله حصري غتكون على مشاعدكم ام فهم فاجوا شركوا الطعام ما غاديش نحرقوا المفاجاه اكيد غير نخليهم دائما في المتابعه في الاستماع ان شاء الله. اللي عنده شي سؤال اللي صعبت عليه لان كنعرفوا هاد العواشر كذلك من كتبدا الاستعدادات من دابا من شعبان لا من شعبان صافي كيبدا كتبدا اي شي درب كتدخل كتشم ريحه السلو كيتحرق كتشم ريحه السلو باش نرجع لهاد النقطه هادي كتشم ريحه الشباكيه خدامه انا درت لك المقدمه ضروري ضروري باش ندخلك الموضوع غير واحد القضيه لاله سميه وكان واحد الجمهور ان شاء الله هو المستمعين والمستمعات ان شاء الله خاصه في شهر رمضان غيكون واحد البرنامج كثير كثير وثقيل ثقيل تبارك الله فيه الجديد فيه يعني الاطباق اللي سهله في التحضير وتا ما كتاخذش وقت لان الناس اغلب ديال الناس صراحه كيبدا الفطور ديالو غيوجدوا من 12 ديال النهار وجالس كيخدم خدام خدام وكيجري حتى وقت المغرب هذا كاين شي حاجه خفيفه ظريفه وتا الطريقه الطريقه ديال كيفاش انا حتى الطريقه ديال التحضير ديالها والطريقه ديال التصاويب ديالها غتر غير بحول بزاف ديال الوقت ان شاء الله ونراعي وان راه غادي يكون في ظروف شويه وخاصه في الصيف فصل الصيف تكون شي حاجه منعشه وشي حاجه سهله وحتى السيده ساكن ما يجلسوش اي مده طويله في الكوزينه. طيب هذه بالنسبه لشهر رمضان قلت لك استعدادات لشهر رمضان ان شاء الله لان كيوصلونا بزاف ديال الاس ام اس طالبين طرق بزاف ديال ما يحضر في الايام ديال العواشر هذا عاداتنا وهذو هما تقاليدنا الحمد لله وهذه تمغربيتي ديالنا راه كيف ما مشينا كيبقى دائما هاد ضروري فيما خليتيها فيما كتخرج شي درب ولا كتخرج شي زنيقه ولا كتدخل شي فران تقليدي كتبقى دابا الطحين تيتحرق ودابا الاجواء ديال السلو والاستعداد ديالو كاين فان شاء الله كنتمناو ان في حلقتنا القادمه بحول الله غادي يعطينا شاف ديال طريقه بسيطه وسهله ديال تحضير السلو شباكيه بدون تعب السيدات مساكن يلاه جداد في الكوزينه ديالهم او مثلا اول عام غادي يدوزوه مع المسؤوليه خصهم كيفاش يوجدوا يعني عندي واحد الطريقه ديال السلو ان شاء الله هذه مهم في سميتو فاش كنت يعني في لاروسي وما كاينش كيفاش تلدو كيفاش كهذا وداك الجو ديال رمضان ورمضان غيدخل صافي جبد شي حاجه جبد داكشي ديال المكسرات داكشي ديال سميتو كاين عطحن ندير لهم شي حاجه وكاين واحد السلو طلع يا سلام هذاك خلي السسبنس خلي مفاجاه ان شاء الله. حنا اليوم ان شاء الله شنو المنيو ديالنا غادي يكون؟ اليوم كاين شي حاجه بارده نيه كاين على البارد كاين اليوم غير لي سالاد لي سالاد شلايدات خفاف باردين وسهلين ومع دابا الصيف ودابا الوقت ديال الوليدات غيمشوا للبحر غيمشوا كذا حتى الطريق حتى بنادم خاصه من تكون في الصيف خصو شي حاجه خفيفه شي حاجه خفيفه شي حاجه اللي منعشه اللي غتنعشوا. طيب حنا اليوم حلقتنا غتكون حلقه خفيفه ياك الناس ما تفصل الصيف قلنا غادي نعطيو اطباق ديال السلطات او مثلا شليدات خفاف ووجبات اللي هي سهله وسريعه في التحضير. نعم. ما نساوش كذلك مسابقتنا اللي هي كذلك عربون وفاء ومحبه لنا لكم دائما مع الاطباق كتجي كذلك المسابقه والاناقه وطلت المرات هي مسؤوليتنا فكنقول لكم الف الف مبروك لكل محظوظات معنا ولكن المجال مازال مفتوح ممكن تواصلوا معنا ببعث رساله قصيره نصيه اسكا 5054 عندكم النهار كامل حتى الغدا ان شاء الله غادي يتم فيه الاعلان على المحدودين ديالنا. غادي في نهايه حلقتنا غادي نعلنوا على اسماء اللي شاركوا معنا في حلقه يوم الخميس اللي كنعلنوا عليها في يوم الاثنين واللي هي طريقه جد سهله كتنتظركم قسيمه شراء للقيمه ديال 1000 درهم مهدات لكم من طرف الماركه التركيه الفينا اللي هي خاصه بالملابس النسائيه الانيقه. طريقه المشاركه اسكا 5054 يعني انتم ملتزمين ومرتبطين لا بالاجوبه ولا عندكم مسابقه فقط يكفي انكم غير بمجرد ما كتبعتوا برساله قصيره راه تدخلوا معنا المسابقه واكيد كيكون صاحب القرعه
يوميا، ماشي حنا اللي كنقوموا بسحب القرعه، اكيد الحاسوب ولا كيقوم بهذه المهمه هذه، كيفرز لينا جوج ديال المحظوظين معنا كل يوم. فانتظروا معنا في نهايه حلقتنا ديال اجن شركه الطعام وصحتي في تغذيتي يوميا من الاثنين الى غايه يوم الخميس. هذه المسابقه ديالنا راه مازالت مفتوحه، ممكن تشاركوا معنا كيف ما قلت من الان عندكم نهار كامل حتى اليوم الغد بحوله. غادي نعلنوا على اسماء المحظوظين اللي شاركوا معنا في حلقتنا ديال اليوم الاثنين. طيب نمشيو، هذه كانت بين قوسين مسابقتنا، نمشيو الوصفات. شنو اول طبق غادي نبداو به ونفتتحوا به حلقتنا ان شاء الله؟ المهم الطبق الاول هو واحد سلاد لاباز ديالها بوم دو تيغ، البطاطا إيه؟ البطاطا، وخاصه الوليدات الصغار كيبغوا البطاطا، كيبغوا حاجه ديال سميتو بوم دو تيغ، يعني البطاطا مع الكورنيشون والكابخ والكبار، يعني الكبار والكورنيشون، يعني انت هذا الخيار صغير مخلل مخلل، وانت الكبار يعني انت القيمه الغذائيه ديالتهم مزيانه. كناخذوا البطاطا كنشدوها كنغسلوها مزيان كنسلقوها، ايه انا الحبه هذه تسلق بالقشور ديالها، تسلق بالقشره ديالها، بالقشره ديالها، يعني بطاطا كبيره تكون مغسوله مزيان، إيه؟ مغسوله وتسلق بالقشور ديالها، يعني حتى اون فوا كنحسوا بها انا تسلقات، وما خصهاش تسلق يعني بزاف، يعني ماشي تهرى، لا غير تسلق وتبقى شويه تبقى كروسيو يعني في الفم. كنشدو ملي كتسلق كنبردوها، كنحيدوا لها القشور ديالها، ملي كنحيد القشور ديالها كنشدو كنقطعوها دي كوب، فهمتيني دي كوب صغار مربعات، اون كنقولوا حنا اون دي ولا اون بتي دي ولا كذا، هذه مصطلحات يعني لي مو كولينار. كنشدو كنقطعوها اون كوب كنخلوها تبرد، نديوها تبرد، كنصوبوا واحد، كنشدو الكورنيشون حتى هو كنقطعوه، كنقطعوه اما كنهشيوه كورنيشون مع الكابر، ولا كنقطعوه توا دويمات صغار اومبرينواز صغير صغير بزاف، والكابر توا كنقطعوه توا سميتو، كنشدو البيغسيل كوريوندر قزبر معدنوس، في حال اللي بغيتي تستغنى على القزبر المعدنوس كدير ليستراغون ولا كدير داك الشابات، ماشي اما الشابات يعني لانيت، يا اما الطرخون ويا اما الحبق، المهم اللي موجود هذا اللي موجود اللي موجود، يعني هاد الثلاثه هادو تف ويكونوا فري. انا كنقول الشابات كيجي غزال مع البطاطا، يا سلام ياك لانيت كتجي، يا سلام لانيت يعني كتجي سميتو كتكون فري خضراء زوينه، كنديروا معها نيت شويه ديال لاسيبولات، ثومه ثوم القصابي، ثوم القصابي كناخذوا الثومه حتى هي، ثومه صحيحه، كناخذوا واحد جوج ديال الفصوص ديال الثوم كنشدو كنقطعوهم مزيان، كندير لهم ديك المليحه السالفين وكنحاول نمعكها، كنصوبوا اون مايونيز هنا، اما نديروا اون مايونيز يا اما نديروا واحد الصوص فينيغريت، وكاين واحد لاصوص اخرى هي صوص فينيغريت كتطحن في لامونينكس، وكنديروا معها الفرماج ونديروا معها حتى لي زونشوا. يعني كنديروا شابات لانات وكنديروا معها هذه، نعطي واحد ثلاثه ديال سميتو هاد لي زانغريديون، البطاطا مع الكورنيشو مع الكابر كنشدهم كنقطعوهم كنقطعو طريفات صغار، هادو كيبقاو بوحدهم، ها نعم، كنديروا بيغسيل كوريوندر ياك، كنشدو نديروا لا مايونيز، مايونيز العاديه يعني صفرت البيض مع معلقه ديال الموطارد وملح ابزار وشويه الخل والزيت، يعني هذه الشلاطه ديالنا التقليديه العاديه اللي مولفين كنديروها ديال المايونيز الاضافه، فيها غير الكبار وفيها الكورنيشون، صافي فيها الكبار والكورنيشون، هذه سهله باش نسهلوا عليها، نعم كنديروا لا مايونيز ديالتنا عادي كيف ما كيعرفوا النساء وخاصه المستمعات كيفاش كيطلعوا. كاينه لا فينيغريت، لا فينيغريت هنايا كنديروا لا فينيغريت وكنديروا معها هنا الحبق، ولا كنديروا معها قلنا لانيت ولا الطرخون داك ليستراغون، كنقطعوهم هذوك كنهاشيوهم مزيان وكنخلطوهم نيت مع الكابخ والكورنيشون داك البطاطا، وكنديروا لا فينيغريت معروفه يعني زيت العود مع الحامض، نص زيت نص بحال مثلا نص زيت العود ونص حامض، وكنملح ابزار وكنبدا نخض، يعني بحال كنخض اللبن، اييه كنطلع ديك الصوص ديال كنطلع هذيك لا مايونيز كنخض مزيان حتى كتولي عندي لاصوص بيضاء، ملي كنطلع مزيان صافي كنخويها في سميتو يعني كنماريني هذيك لاصالاد ديالي مزيان. الطريقه الاخرى اللي تاهي زوينه ونيتو حتى في النكهه ديالها زوينه، هو كندير مثلا في المولينكس كندير الحبق، كندير زيت العود، كندير شويه ديال المعدنوس، واحد العريش ديال المعدنوس غير النسمه، ثومه ياك، وكندير قلنا الموطارد، معلقه ديال الموطارد، صفرت البيض حتى هو كنديرو، وسميتو كندير الفخوماج، اما الفخوماج الاحمر من الاحسن الفخوماج الاحمر، وكنديرو لي زونشوا، ملح ابزار، شويه الكمون،
وكنطحنها في مولينكس. هذه غادي جديده مع الطيبه ديال مع الكوبنيش مع لي زونشوا مع الفرماج. يا سلام. يا وخاصه الحبق كنطحنها مزيان. ملي كنطحنها كندير البوم دو تير، كندير الكورنيشون كابر، وكن ماريني هذاك هذيك لاصاله. شو غير الوصفه واحده حنا خرجنا تقريبا ثلاثه ولا اربعه ديال الوصفات يعني انا هي لاباز كتبقى هي لاباز ها نعم هي لاباز كتبقى هنا كتبقى غير منسمات يعني غير لاصوص كيفاش غندير ليها تفنوا في الاضافات يعني اللي بغيتي. ها نعم هنا وعندك الفراش ديالها راه معروف نديرو خصيصه ليتيو ولا نديرو نحاولوا ناخذوا غير القلب ديال ليتيو داك الصفيف راه زوين وندير معها الطوماط اما الطوماط سوريز اما الطوماط العاديه الزيتون هذا شويه الزيتون صافي وبصحه وراحه. وهي سلطه غنيه مغذيه ما شاء الله خفيفه للضيفه ما فيهاش بزاف ديال ما فيهاش بزاف ديال سميتو هي سهله وهنا كتبقى غير لي صوص اما نديرها لا مايونيز. لا مايونيز كي اللي تيقول لك المايونيز ثقيله نحيدوا لا مايونيز ديال لا فينيغار. اييه كتقول لك لا فينيغار كاين اللي غيقبلها وكاين اللي ما يقبلهاش وخاصه الدراري الصغار واجي حطي ليه الفرماج حطي ليه لي زونشوا حطي ليه هذيك الطريقه ديال العادي اللي كان ديما اليوم غدا اليوم غدا كنولفوا عليهم نفس المذاق ونفس الطيبه هذا انا نجدو شويه نجدو انا مع التجديد دائما. يعطيك الصحه شاف هذه الطبق الاول اللي كانت سلطه ديال البطاطا سهله خفيفه على حسب عطينا ثلاثه ديال الاختيارات ممكن يختاروا الذوق اللي بغاو ونسموها بالاضافات اللي بغاو. نمشيو دابا الاقتراح الثاني. الاقتراح الثاني اقتراح ثاني مهم اون سلطه بحالها كنسميوها سلطه غوس. سلطه غوس سلطه غوس هي معروفه عن الصعيد المغربي على الصعيد العالمي. هي فيها البوم دو تير فيها البوم دو تير فيها بطاطا فيها كاين اللي كيدير فيها النافي ممكن ما كيديرهاش الكاروت الخيزو اللوبيا الخضراء والجلبانه اذا فيها خضر هذه هذه فيها خضر بطاطا الفيتا خيزو شنو اخر قلتي اللوبيا الخضراء والجلبانه 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 كنشدو هاد لي ليغوم كلها كنشدو كنسلقوها معروف السلق ديال النار دويمات صغار دويمات صغار البطاطا معروف السلق ديالها السلق ديالها يعني كنديروها في هي الاخرى لا ماشي هي الاخرى يا اما في كاسخون بوحدها ياك وكنديروا الماء بارد ماشي هي الاخرى زعما راه نعرف لا لا مزيان لا هذيك هي الاخرى اللي كنت غتصبي صوبه نخليوها هذيك باب بوحدها لان هذيك كتهرى هذيك كتسلق بوحدها علاش باش كنخرجوا من هذاك لاميدون ديالها مزيان كنمشيو للكاروت ولا النافي ولا التيبوا ولا لا ريكوفير هذه معروف لا كويسون الانجليز نسميو حنا لا كويسون الانجليز شنو هي هي كنطيبوها في الماء سخون فيه الماء فيه الملح ياك كنخليو الماء حتى كيتجالب حتى كيولي كيغلي وعاد كنلوح الليغوم ديالي ملي كنلوح هذيك الليغوم ديالي كنعطيها انا واحد 10 ديال الدقائق يعني 10 ديال الدقائق اون فوا ما خصهاش تهرى وخصني نحافظ على حتى لا كولور ديالها يعني حطوا على اللون والقيمه الغذائيه ديالها القيمه الغذائيه ديالها ولكن عندكم الوقت من الافضل البخار انا ديما تنقول هذه القضيه البخار هذيك حاجه حتى خصوصا الشلويدات كتجي ماشي فاسكه تجي ناشفه ها نعم ملي كنسلقوا هذه كنشدوها كنحطوها في لي كلاصون اما لي كلاصون اما بارد باش كنستوبي لا كويسون ديالها علاش باش هذيك الجلبانه ولا اللوبيا الخضراء ما كيكحالوش تتبقى محافظه على ذاك الوين على الخضير ديالها وداك الشيء مزيان ابار كنقدر ملي كندير هاد لي ليغوم هادي نقدر ندير شويه ملح ابزار نحاول يعني نشرم لها ملح وبزار سميتو ونصبها اون مايونيز يعني مايونيز معروف قلنا معروفه كيفاش كتصايب كاين اللي كيدير صوص كوكتيل صوص كوكتيل فيها لا مايونيز بلوس كيتشو كتجي غوز غوز انا مع الجديد انا مع البنة يعني هاد لاصوص الاخرى اللي كتعطيت ديال ديال سميتو في مولينكس معلقه ديال لاموطارد صفرت البيض صفر ديال البيضه صفر بيضه صحيحه يعني خضر 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 صفرت البيضه مع الحبق ولا الاستراغون ولا كذا مع شويه ديال العصير ديال الحامض عصير ديال الحامض كنزيد شويه ديال لي زونشوا كندير الثومه كندير واحد العريش ديال البيرسيل ياك وندير زيت العود وكنطحن ملي كنطحن مع الفرماج عاوتاني كذلك علاش ملي كنطحنها وكنخليها شويه تكون عاقده شويه عاقده مع الزيت مع كذا كتولي بحال شكل لا مايونيز نيت غير هي ملي كنشدها كنخلطها مع هاد لي ليغوم هادي نخلطها فهمتي نخلطها وندير لها واحد الخطيط ديال الكيتشوب من الفوق ونحطها تحت من واحد الفراش ديال الخص
خص وداك شويه ديال الحامض ولون مثلا المطيشه سلايس ولا مقطعه بشرائح وكذا والزيتون كحل والزيتون كحل وبصحه وراحه. هذه مذاق وشكل يعني فيها اقال الوان. انا هاد لاصوص اللي عطيت غير يعني هذاك اقتراح ديالي اما لاباز ديال هاد السلطه هذه هي لا مايونيز. ايوه سهله نديروها ونفس التزيين نفس التزيين اما كنديروا مثلا في واحد لومبورت بياس ولا كنديروا مثلا في واحد المول فهمتي المول كنعمروا باش كتجي واحد الشكل كنعطيوها شكل فهمتي يعني لا مايونيز ومع الكاتشوب باش كنعطينا ذاك اللون الوردي ولا الغوز ومن بعد كنخلطوا كلشي كان عندنا شويه كروفيت نقدروا نضيفوا نذوقوا هذه اللي بغيتي هذا اختيار هذا اختيار حنا نشوفوا الكروفيت هو جاي نيت جاي في طريق هو جاي في طريق هو جاي عندك الصحه شاف. اذا حنا دابا عطينا الوصفه الاولى اللي هي كانت ديال البطاطا الوصفه الثانيه ديال الخضار فيها مجموعه ديال الخضار والطريقه الثالثه شنو غادي تكون الطريقه الثالثه الوصفه الثالثه ماذا ستكون الوصفه الثالثه ما بين الفواكه البحر والفروي دابا حنا غاديين كنزيدو غادي كنزيد شويه لا دوز شويه لا دوز اقتصادي شويه لا اقتصادي اقتصادي يلا زيد شي اقتصادي اول حاجه يعني سلطه ديال فواكه البحر سلطه فواكه البحر ولكن غندخلوا عليها واحد شويه ديال ماشي خضار غندخلوا عليها شويه ديال الفيرميسيل الفيرميسيل شينواز كنشدو لا فيرميسيل شينواز معروف كيفاش كنسلقوها اما نسلقوها في الماء ديال الحوت علاش لان عندي الكروفيت عندي مثلا كان عندي الكروفيت كان عندي ناخذ القشور ديال الكروفيت ما نضيعوهمش نشدهم يعني نشحرهم شويه مع زبيده وكندير شويه الحامض وكنلوح الماء وكنخليه كيطبخ فهمتي كنخليه كيطبخ كنزيد عليه شويه الليغوم اروماتيك المعروف يعني البصله البورو الباقه المنسيمه ورقه سيدنا موسى الثومه نسيت شي حاجه والخيزو تاعو يعني ملي كنخليه كيتسلق مزيان كي سميتو كناخذ غير الماء ديالو ملي كناخذ غير الماء ديالو اشنو كندير كناخذ الماء ديالو كنصفيه كنخليه سخون داك الماء مزيان كيغلي وكندير لا فيرميسيل شينواز كندير لا فيرميسيل شينواز وكنخليها اون فوا كنديرها كنطفي عليها كنطفي على المغميط ولا الكسخونه ولا الكسونه كنخلي داك لا فيرميسيل كتشرب داك سميتو كتشرب داك المذاق وداك اللوغو ديال الحوت ولا ديال داك الماء كنشدو كنسقطروها وكنقطعوها كنقطعوها يعني باش تجي شويه صغيره مزيان الكروفيت نقدروا نديروا مثلا كالامار نقدروا نديروا مثلا شي حوت بيض مثلا الفرخ نشدو حتى هو يتسلق في داك الماء نيت يتسلق في داك الماء كنخليو ابار كنشدو الفروي تنقطعو كناخذو اما فروي سك لي فروي سك واما لي فروي العاديين كنديرو نحاول نديرو واحد المزيج لي فروي مثلا كنقدر ناخذو التفاح البعويد البيش البوا داك سميتو لابريكو الفواكه ديال دابا الخوخ كذا سميتو اللي موجود باش كنقطعها كنقشرها كنقطعها كنخليها ابار كندير لها شويه الحامض السكر باش ما تكحلش مزيان كندير كناخذ لي فروي سك كناخذ لابريكو يعني المشماش والبرقوق كنحيد عليه نحيد لي ديك العلفه ديالو اليابسين كنشدها كنقطعها طويله شويه رقيقه طويله كنخلط هادشي كامل يعني خلط الفواكه مع الفواكه الجافه مع الفواكه الجافه مع فواكه البحر مع الفيرميسيل الله كنخلط هادشي مزيان كناخذ كيكون عندي ان سيرو اما الماء ديال الاناناس لازت الاناناس كناخذ داك الماء ديال الاناناس كندير شويه ديال لامايونيز ياك كندير شويه ديال المايونيز ومع شويه ديال الكيتشوب كتكون ديك المايونيز شويه حلوه المايونيز ملي كنطلعها كتكون عاقده يعني المايونيز كنخدمها بداك السيرو ديال الكومبوت ديال اللي كيبقى ديال دابا المايونيز كنطلعها ملي كنطلعها مثلا مع صفره البيض والموطارد والزيت كتكون عاقده يعني كتكون قاصحه شي شويه انا كنخففها بداك الماء ديال الاناناس نخففها بداك الماء ديال الاناناس كنخففها شي شويه غير شويه ما تكونش خفيفه بزاف غير شي شويه ونزيد على شويه الكيتشوب كتولي بحال صوص كوكتيل وكنخلطها مع الفيرميسيل وهذا الشيء كامل وكنحطها
دي 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 مثلا باش نسربيها مثلا في زليفات ونسربيها في دوك الكيسان طوال الكيسان طوال مثلا دوك الكوكتيل كذا مع شويه الخصيصه والنقاب ديال الخصيصه مع حام شريحه ديال الحامض نقدر ندير الزيتون كحل من الفوق ونعاود نزيد نزين بهذيك ديك المايونيز مع الكيتشوب بوحدهم وبالصحه والراحه. هذه رائعة هذه بصراحة اللي كنت بحب أنه مثلا يعني تبرع شي نهار للعائلة دياله وبغى يدير سلطة مغذية في نفس الوقت وغنية لأن احنا درنا فيها فواكه البحر فيها الفواكه وفيها فواكه مجففة وفيها الفيرميسيل كيبقى ديك لاطوش فينال اللي قلنا ديال المايونيز مع مايونيز مع كيتشوب مع كذا نقدر ندير لا سيبولات من الفوق ندير مثلا نقدر ندير البيرسيل نقدر ندير سميتو الحباق ولكن هذا الشيء هذا الحباق ولا البيرسيل ولا لا سيبولات لانيت وكذا كيكونوا فري كيكونوا سميتو ضروري يكونوا فري مثلا ملي كنصيب حد لي سلاد هادو ملي كنجيبو مثلا من السوق كنديرو في واحد الكيسان كاس فيه الماء وكنحط كنقيه شي شويه وكنحطو في دوك العريشات كيبقى فري كيبقى منعش وتا كيعطرو حتى الكوزينه ديالها شكون كتشم الروائح صلاح على بالك تبارك الله شوف هذه عجبتني هذه الفكره هذه وبدل داك المزيج ديال الانواع ما بين الفواكه اللي شافوها وما بين الفواكه العادية وما بين كذلك الفواكه البحر اكيد غيكون عندها مذاق مميز والسر كان في هذه الخلطه هذه يعني ممكن ان في حاجه قليله نقدروا نديروا منها بزاف هذا هو نتيجة. طيب احنا غادي نفتحوا خطوطنا اكيد للمتابعه دائما لكل مشاركات المتابعات المستمعين اللي حابوا ان يتواصلوا معنا اللي عندهم الاسئله ديالهم اللي محتارين باغيين شي وصفه معينه الشيف ديالنا راهو حاضر فاجوا شاركوا تعام لكن هادشي كله بعد فاصل اشاري قصير ثم رجعي كم دائما نجو شركوا التعام على مواجهاتكم أما فهم مرحبا وألف مرحبا لكل من ضم لنا الجزء الثاني بعد الفصل الإشهاري غادي نمشيو دائما اللي خصصنا حلقنا اليوم لأطباق اللي هي خفيفة سهلة وخلاص أنها كتمشى مع الأجواء ديال فصل الصيف أجواء العطلة هي في حقيقة هي غير بوحدها وجبة يعني متكاملة اللي كيبغي يخفف مثلا الوزن غير شليدة تخفف هذا راه في حد ذاتها بحال هذه الفترة الثانية الثالثة اللي عطينا يعني بحال هذه صافي الله يجعل شي بركة يعني الإنسان اللي بغى يتغدى وكذا وبغى يحافظ على الوزن ديالو وبغى يحافظ مثلا على الرشاقة ديالتها والرشاقة ديالو يعني بحال هذه شليدة فيها كفاية. طيب نمشيو وناخذوا مكالمات المستمعات الحدقات اللي حابين يتواصلوا معنا في مرحبا الو صباح الخير الو صباح الخير بسمية صباح النور معنا مستمع مستمع ابو حمزه من الصويرة اهلا خويا ابو حمزه مرحبا بك ابو حمزه كي داير دكتور وانت واش راه مقرر كل نهار نقول لك انا ماشي دكتور هذا بالكوزينه بالكوزينه راه اول حاجه راه الطبيب كيشوف لك السنان ديالك ماشي الباسون تاعك اييه زين هما كل شيء الله يحفظك الله يسلمك يا ابو حمزه تفضل سؤالك لينا اذا جاب السنار كينزل البطن نعم الله يحفظك الله يجزاك بخير كاين شي برد عندكم ومستقبل الكلام من الكلمات الله يسلمك بخير ومستمعين ديال اذاعه ام اف ام كامل الله يسلمك بخير مواسي ابو حمزه وقيلا كتشهيني في صويره نعم اختي شنو بغيتي اليوم لذيذات الشاف ديالنا شنو الطلب ديالك شنو حبيتي ولا شي اكله الله يجزاك بخير ديال القنيه ديال القنيه اه ضرب لك قاعده باه مشى لك هذا صعب القنيه هذا طلع هذا طلع هذا جا جا من الحوت جاي من الحوت واخا واقيلا جاي شويه جاي طلعتي الجبال ديال طابوكا ولا طلعتي لسميمو فهاد لك شي قنيه واقيلا يا خويا بيان تسعينا وقمية صح صحة ورحمة الله إن شاء الله مرحبا 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 صباحك مبروك أبو حمزة بارك الله فيك الله يحفظك أبو بخير قنية من الوصفات اللي كنا درجناها يمكن في حلقتنا اللي فاتت قنية ولكن أنا نعطي واحد قنية زوينة طيب ناخذ مكالمة إذا كانت هناك اتصال ألو السلام عليكم ألو ألو صباح الخير لاله صباح النور لاله مرحبا تفضل صباح حبيبة لاباس عليك الله يبارك فيك الحمد لله مباركة مسعودة علينا وعليك دخل عليك بكل ما تمنيتي هذه الأخت أمينة من دار بيضاء لاله أمينة لاله أمينة كانت وعدتكم الأربع باش نعيط لكم نعطيكم الوصفة ديال الحوتة أيوة. واخا لاله تبارك الله عليك بعد احنا محظوظين اللي قبلت لك الخطبه دابا ما تخافش قطات
طيب لالا امينه يلا تفضلي. صباح الخير، كل شيء بخير. الله يبارك فيك الحمد لله. اختي غندخل في الوصفه حتى انا عندي في الصوندار ما يمكنليش نطول. يلا واخا مرحبا. احنا ما نطولش. عندي الحوت ديال القرب. اييه تاخذ الحوت هذه القربه تتحيد منها السلسول ديالها من اللور ديالها. من اللور ديالها من البحر ديالها. تحيد السلسول ديالها كتدهنها شويه بالسم الحار وتتشقق الوسط ديالها كتخشي وداد القرفه. كتقبط العقده ديال اللوز والقرقع تتشد اللوز كتسلقو وكتحمرو في الفران وتطحنو والقرقع تتحكو. تتعقد هاد العقده كلها تجمعها بشويه الزبده ولا بالسمن اللي بغيتي على الشهوه ديالك ودير السكر والقرفه تتعمر الحوته بهاد العقده كتدخلها للفران كتحطها فوق الباتي كويسه وفي اللاطه خلاص راه تدير اللاطه ديال الحوت اللي تطيب ديما كتحطها في اللاطه وتدخلها للفران كتاخذ الطنجره تدير فيها هذاك البصيله الصغيره الشغلوط تدير معاهم الزبده والسمن شويه الزعفران الحار شويه القرفه شويه السنيده وتتعسلها فوق البوطه في الطون اللي الحوته في الفران البصيله فوق البوطه سمحوا لي لك كنسرع في لا مالك غادي نعاودوا نعاودوا الوصفه نيت البصيله كتطلق ديك الميه ديالها والنسمه السمن الحار والزعفران شعره كتجبد ساعه ساعه كتجبد الحوته وكتسقيها بديك الميه من البصله وتترجعها للفران اون فوا كتحس بالبصله طابت والحوته حتى هي كطيب كتاخذها تديرها في ذاك المول ديالها اللي غتقدمها ديال التقديم وتستف جناب هذيك البصيله وتتعاود تدخلها للفران وتزوقها من بعد بطرفه القرقع من الفوق وتقدمها للناس. صافي هذا هو البصله. تبارك الله عليك يا امينه. هذه غزاله هذه على الطريقه المغربيه ولكن ايوا الا كان ممكن تبارك الله واحد الطليبه الا كان شي الله يودي الكشار جاي رمضان دابا تعطيونا شي فصل الكشار ديال الكشار ديال الشهر انا غادي نقيد هنا وصفات. لالا امينه اللي شارك معنا صوتك اليوم لهلا يخطيك. صباحك مبروك حبيبتي وشكرا بزاف لك على الاتصال. سلامة حبيبه. بارك الله فيك لهلا يخطيك. شكرا. امينه عطاتنا طريقه ديال القرب غزاله هذه. باقي عقل على الوصفه؟ نعاودوا للمسامعات. اييه مرحبا. يلا القربه كنشدوها مثلا كنشدو كنحيدوا لها هذاك السلسول ديالها من الظهر. ملي كنحيدوا لها السلسول ديالها من الظهر كنحاولوا نصوبوا العقده ديال اللوز. هنا العقده ديال اللوز انا كيف ما قالت لالا امينه يا اما نديروها مثلا بالزبده نجمع بالزبده ولا نديروها بالسمن الحار. انا كنفضل الزبده. علاش؟ الزبده. علاش؟ لان درنا السمن وعاوتاني غندهن الحوته ديالي. قبل دهنا الحوته ديالنا بالسمن ودابا عويدات القرفه. عويدات القرفه. هذه عجبتني الفكره ديال عويدات القرفه. نخشيو عفوا المستمعين هذاك العويدات ديال القرفه وداك الشيء ومع السمن الحار يعني كندهنوها وكنشقوها قلنا ندير بابي كويسون نحضر بابي كويسون كندخلوها للفران. مزيان ملي كندخلوها للفران كندخلوها طيب كيف ما قالت عاوتاني غناخذوا البصيله لي زيشالوت ياك كتقطعوا مع شنو اذا درنا العقده ديال اللوز لا خلينا لا تنعمروا الحوته ديالنا بهذا العقده هذا وكنديروا بابي كويسون وندخلوا الفران. نعم دابا ما تبعتيش معايا. لا ماشي ما تبعتش. كنديروا السكاكر وكنديروا قريفه بحال الطريقه العاديه التقليديه ديالنا ديال العقده وتنعمروا الحوته ديالنا وكندخلوا الفران هذيك طيب بوحدها كنمشيو نعسلوا ديك البصيله ديالنا كتكمل افضل نديروا ديك البصيله الصغيره البصيله الصغيره وهذا الوقيته ديالها ديال الصيف كتكون كاينه موجوده وخاصه البيضه خاصة البيضة في الطناجرة ديالنا كنديرو قلنا ديك الـ يعني ديك البصيلة ديالنا وتنديرو عوية ديال القرفة تنديرو الزعفران الحر تنديرو سنيدة مليحة بزار وتخليوها كطيب على عافية مهيلة. مزيان ديك الحوتة ديالنا وقت ما تطيب حنا تنعاودو نسقيوها بديك المريقة ديال هاد ها نعم المريقة يعني ملي كتعسل البصلة البصلة كطلق هذاك الماء ديالها ديك الماء ديالها ولكن واحد القضية يعني مرة ملي كنحل على الحوتة الحوتة هي كطلق الماء ايوه ملي غتلقى هذاك الماء ديالها حتى هو نلوح بباله نجي نهز هذاك الماء ونلوحو مع البصله باش كيتشربوا بعضياتهم ومره مره كنسقي هذاك سميتو كنسقي بهذاك الماء ديال فيه الماء ديال الحوت مع الماء ديال البصله مع هذوك اللقامه اللي فيه وكذا كتزيد كتعطي واحد البنة اخرى كتزيد غير هذه البصيله هذه بعد ما كتعسل كطيب اكيد كنسوقوها من الفوق. نعم ضروري. نعم. نعم. هذا التزيين. نعم. لا يمكن ما قالتناش هذه الفكره هذه. انا بعدا كنشكرك لالا امينه لان فعلا الطريقه ديال القرب انا من يعني واعره غتجيب يعني بنينه وطياب تقليدي بلدي لان القرب شبيه باللحم الابيض يعني بحال كنطيبوا يعني القرب عنده واحد انت هو اصلا عنده واحد النكهه ديالو زوينه ولاشير ديالو كتكون غنيه 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 بزاف غير هو واحد القضيه القرب ما خصوش يطيب بزاف
حيت لا مشات طاب بزاف كتولي تولي ناشف وصعيب وقاصح وصعيب انك تاكله. شحال تقريبا نخليو حوته قد هادي على حسب الوزن اكيد؟ لا كانت على حسب الوزن. لا كانت مثلا حوته صغيره مثلا حوته ديال مثلا كيلو كيلو ونص مثلا نقدر نخليوها مثلا نخليوها مده ديال ربع ساعه ربع ساعه حتى 20 دقيقه صافي. هذا هو الجهد ديالو. الفران خصو يكون سخون شويه. الفران يكون سخون يكون سمير. جبتك طريقه ديال الكشار ديال الدار؟ حنا ما غاديش نردوا لها اكيد الطلب ديالنا ان شاء الله. ماشي مشكل كنشدوا نعطيوني الكشار ديال الدار. نعطيو الوصفه ديال الكشار ديال الدار. نعطيو سميتو كناخذوا صدر ديال الدجاج. صدر ديال الدجاج صدر ديال الدجاج صدر ديال الدجاج كنشدو كنطحنوه كنطحنو كفته مزيان. كندير له شويه الاعشاب شويه العشوب شويه سميتو نقدر نزيدو معاه ثاني الزيتون كذا يتطحن معاه. يتطحن معاه مثلا في الماكينه ديال الكفته مزيان. كندير صفر ديال البيض صفر ديال البيض كنعجنها كنبقى نعجنها مزيان. كنزيد عليها شويه ديال لاكريم فخيش كنعجنها مزيان. كنحاول مثلا داك ملي كنعجنها بيدي وكندير جوج مرات في الماشين ديال الكفته كنعاود نعطيها عاوتاني بعد طحنه اخرى. ايه تطحن جوج مرات كنزيد كنطحنها. ملي كنطحنها كيخرج ليا عاوتاني كنعاود نزيد شويه ديال لاكريم ونزيد صفر ديال البيض شي صفر وحده ديال البيضه كنبدا نعجنها مزيان ونعاود نزيدها بيض ديال البيض. بيض البيض هذاك الصفر ديال البيض هذاك اللي سميتو نعاود نزيد البيض ديال البيض. هذاك البيض هو اللي غيجمع ليا هو اللي غيجمع. ملي كنبدا سميتو هنا كنقدر نفرشها في واحد البابي مثلا سلوفان بابي سلوفان من الفوق وكندير تحت منه بابي الومنيوم. مزيان. هنا نقدر نعمرها مثلا بالليغيوم يكون ليغيوم مسلوق فهمتي مثلا خيزو لوبيا مثلا قطع رقاق ما نديرها بالزيتون دويورات كذا. بغيت نديرها مثلا نقدر ندير لها مثلا البيض نقدر ندير مثلا بيض مسلوق بيض مسلوق مثلا نستفها ونغطيها نعاود نسد. ملي نعاود نسد كنسدها وكنزير مزيان من الجناب. ملي كنزير الجناب مزيان كنزير كنسد عليها وكنديرها في واحد نديرها في واحد الماغميت ندير فيها الماء هذاك الماء خصو يكون منسم ياك ونديرها في هذاك الماء. شو ورقة سيدنا موسى ثومة ندير الباقة منسيمة نقدر ندير سميتو ونشد الكيردون ونتقبو شي شوية باش يدخل في ذاك سميتو وكنحطو وكنخليه يطيب. خلي مدة ديال مثلا ديال 20 دقيقة حتى 30 دقيقة نخليو حتى 30 دقيقة حيت ومن الجناب نحاولو نسدو مزيان نسدو مزيان وكنخليو واحد شوية بحال كيتوسع لانه غادي يزيد غادي تنفخ باش ما يطبقش ليا. هذا هو اللي كاين. نخليه ملي كيطيب كنشدو كنحطو كيبرد كيبرد ونخشيه في الثلاجه كل مره نحتاج منه نجبد وحيدا نحلها ونقطعها طريفات ونحطها بالصحه والراحه. ابو حمزه والقنينه شوفوا شي مكالمه ولا ندخلوا يلاه اللي بغيتي نشوفوا مكالمه. اذا كانت مكالمه ناخذوا اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير. لاباس عليكم. الله يبارك فيك. لاله فاطمه. لاله فاطمه. لاباس عليكم. لاله فاطمه. قلعه السراغنه. فاطمه من قلعه السراغنه. مرحبا. لا انا من قلعه غير دايره في قلعه السراغنه عند والديا. مرحبا لاله. مرحبا. كي دايره لاباس عليكم. بخير لاله. الله يحفظك. بقى فيا نهار الحد اللي ما جيتش حيت ما عنديش كيفاش ندير بعيده. اييه. باش نعاودوا ان شاء الله في المسابقه القديمه. ان شاء الله. يا ريت تكون عندنا في قنيطره. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. غادي تكون في مدن مختلفه. غادي نعاود نيت غنعاود نديرها ان شاء الله في سلانيس غنعاودها نيت. اول حاجه كنشكر يعني الناس اللي جاوا البارح ويسمحوا لينا واخا درنا داك الشيء بسيط والمهم الحمد لله الامور مزيانه وان شاء الله كنواعدوا ان شاء الله ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله. تفضل سؤالك لاله فاطمه. شنو حبيتي نقول الشيف بغينا يعطينا مثلا نوع ديال عجين السكر يعطينا الفرق بين الباستياج والعجين السكر يعني وداك الشيء اللي كنديكور به الحلوه. العجين ديال السكر اللي كان ايوا الباستياج اللي كيتصاوب بالشوكولاط ماشي بالسكر بوحديته حيت كتجي ديك لاباك حلوه بزاف يعني حتى عنده كيقدر ياكلها.
طيب واخا لاله فاطمه ان شاء الله على الراس والعين ان شاء الله. بزاف ليك على التسال وتحيتنا لك وسلمنا على الوالدين ديالك ان شاء الله يكونوا بصحه وسلامه وطمئن عليهم. لاله فاطمه لهلا اختك غادي نمشيو ناخذوا مكالمه. الو السلام عليكم. الو صباح الخير. قطعت الاتصال. طيب التواصل معنا دائما على ارقامنا 0522 31 33 33 او رقم ثاني هو 0522 30 30 00. اجي نشاركوا الطعام كل يوم اثنين واربعاء على موجوداتكم ام اف ام من 10 ديال الصباح حتى ل 11 ديال الصباح، ساعه مع الحداقه ومع الاطباق مع الشيوات من جديدات الشيف ديالنا الشيف بن صبر. الله يحفظك. شنو نديروا دابا؟ بغيتي نجاوبوا على السي ابو حمزه؟ واش عندك واجده؟ واجده موجوده موجوده. هي غنطيبوها دابا بلديه ولا نطيبوها بشي حاجه؟ بلديه 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 بلديه. انت غتكون طويجين؟ هذا طويجين. يعطيك الصحه. يلا كنشد القنيه عندنا، مهم كتكون ناشفه. يعني القنيه كتكون مذبوحه ومعلقه، يعني ناشفه بحال الحول ديال العيد الكبير ملي كندبحوا كنعلقوه كنخليوه مثلا حتى الغد اللي كنديو عند الجزار ولا كنشف مزيان والحمد لله ما تشف. ها نعم. المهم القنيه تكون ناشفه مزيان وبيته. كنشدها كنشرملها كنشرملها، نعطيها الحامض مزيان، ثومه ندير لها سكينجبير فري يعني كن سميتو، نعطيها شويه عاوتاني نعطيها لها سيبولات نزيدها شويه. انا عز عليا القنيه نقدر القنيه بالاعشاب، نسموها بالاعشاب، نسموها بالاعشاب هي سوفاج. نزيد عليها تعطيها مثلا من سوفاج يعني خاصه القنيه ديال ديال سميتو داك عجبتك السوفاج حرام عليك قنيه غزاله. لا غزاله خلينا نقول لك غزاله. لا يعني انا كان حنا تنقولوا لوكو سوفاج. اييه داك لوكو سوفاج يعني. ودابا كاين حتى قنيه المربيه دابا. لا كيخلي المربيه تبع كيهضر على القنيه، كيهضر على القنيه اللي غيصيد ولا القنيه اللي غادي يشدها مثلا سميتو. اما القنيه المربيه هذيك راه خصها، هذيك خصها عندها طريقه اخرى حتى هي. لا ماشي هي نفس الطريقه، هي نفس الطريقه غير هي كتكون روميه، كتكون فيها الشحمات، تكون فيها كذا يعني خصها ضروري تنشف مزيان وتشرمل مزيان. المهم هذه تنهضر على اذا قلنا الخلاصه كتواتيها بزاف الاعشاب والنسيم. اعشاب منسم، اعشاب منسم يعني نقدروا نديروا مثلا طرخون، نديروا مثلا الحباق، نديروا الزعتر، اليازير، المهم الاعشاب اللي بغى الانسان يديرها. وتروح مع واحد الباقه منسمه ديال القزبر معدنوس ضروري. كتشد البصله كتشلضها مزيان، ماشي كتشلضها كتعطيها كتقطعها ايمانسي طويله. قلنا الثومه باش نشرملوا القنيه، ثومه ملحه بزار سكينجبير فري، ندير شويه الخرقوم ونديروا الزعفران. الزعفران يعني شعره ملوين ومع واحد المعلقه ديال السمن. يعني هادشي كله كنشرملو مزيان وكنخلي وكندير مع هذاك الطرخون، حتى هو الطرخون ولا الحبق ولا العشبه اللي بغيت اللي اختاريت. وكندير مع زيت العود كيف ما زيت العود ونسد عليه، نخليه كيف تشرم في الثلاجه كتشرم مزيان. اييه نخليها كتشرمل مزيان. الغد ليه مثلا غادي نطيبها. يعني حيت الشرموله حيت الشرموله هو تقريبا واحد 20% ولا 30% ديال الطياب ديال 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 القنيه ولا ديال اي انيمو غادي نطيب. كنحطها في طاجين. كندير بالزيت البصله، بصله مشلضه مزيان ايمانسي، كنحطها من التحت ياك، وكنحط نستف هذاك هذاك سميتو القنيه، كنقطعوها طريفات، نقطعوها طريفات، نشدو هذيك لاماريناد اللي بقات نكبوها عليه ونزيد واحد شويه ربع كاس ديال الماء، نخلط هذيك سميتو ونكبو ونروي به ونحطو فوق الفاخر او فوق العافيه مهيله بزاف، ونسد على ذاك الطاجين ونخليها كطيب. كنشد البصله الصغيره، ذاك البصله الصغيره موجوده البيضة، كنشدها كنحاول نعسلها مع القرفه او مع سميتو سكر قرفه مليحه، غير القرفه شويه ديال العسل، شويه ديال العسل. هذيك كسرون بوحدها، هذيك كسرون بوحدها، نخليها حتى كنحس بداك داك القنيه بدات كطيب، بدات كتلقى ذاك البصله كتلقى الماء ديالها وكتلقى الماء ديالو. كنخليها تبقى لي مثلا واحد 10 دقائق ديال الطياب ديالو او كذا. كنحاول نستف هذوك البصيلات الصغار من الفوق، بصيلات صغار من الفوق، ونكب وندير كاع داك العسل اللي غندير، داك العسل ومع البصله غطلق الماء ديالها وداك الشيء، كنلوح مع داك العشبه اللي درت، يا اما اليازير يا اما الطرخون يا اما الحبق يا اما الشابات.
اللي بغيت كياخذ نسمه كذلك ياخذ حتى هو هذيك النسبه وديك النسمه وحتى هذاك العسل تاو كيتنسم بداك سميت مع داك الماء وكذا وكنكبوا من الفوق. يا سلام يا سلام وبصحه وراحه السي سي ابو حمزه. ابو حمزه تبارك الله شهيتيني شنقول لك برعتي اليوم بقنيه اللي هي طريقه ديالها سهله ما فيهاش بزاف صراحه ديال التمر. ما فيهاش تمر وحنا ما كنعتمدوش بزاف اننا ناكلوا قنيه لان ما كنعرفوش نطيبوا عاده بزاف ديال السيدات تيقول لك ما تنعرفش نزعم نطيب قنيه. هذه طريقه سهله ما فيهاش بزاف. مثلا يشرملها بحال هكا ويشويها ممكن ممكن يعني على حسب عاوتاني الوزن ديال لا على حسب انا تنقول قنيه راه صغيره ماشي كتكون يعطيك الصحه. غادي ناخذ مكالمه اللي كانت هناك حاضره مكالمه. الو السلام عليكم. سلام لالا سميه. اهلا الحاجه بهيجه صباح الخير الله يبارك فيك. يخليك لينا الحمد لله اللي يخطيك. كنشكرك وكنشكر الشيف ديالنا بن صابر. الله يحفظك الله يسلمك لالا الله يسلمك لينا الله يحفظك لالا الله يسلمك الله يكثر خير. كان عندي واحد بغيت واحد منك الى جا على خاطرك واحد لاكوسيت ديال الحوت حيت هذه شحال كنبغي نشد باش نتكلم معاك وما التليفون ما تيشدش. مرحبا اليوم كنا محظوظين سمعنا كالحاجة تفضل. ربي يخليك. واللي بغيت هو الحوت لي سبادون. بغيت نسولك شاف حيت هذا الحوت قليل ولكن تنقلبوا عليه فين ما كان. مرحبا. الله يكثر خيرك الا يمكن تعطيني واش لي سبادون فاش تيجي مزيان واش في الطاجين ولا في القلي. واللي بغيت نقول لك هو الا في الطاجين وريني لا غوسيت ديال الطاجين الله يكثر خيرك استاذي. مرحبا. واللي بغيت نقول لك شيخ هو تنطلب من الناس اللي تيبيعوا بائعات الحوت يعودوا يجيبوا لي سبادون بزايد حيت راه قليل. ولا لا بهيجه كتقلب عليه وما كتلقاهش. ولا لا بهيجه كتقلب عليه وما كتلقاهش خصنا نلقاو هذا السبادون فين كيكون موجود لي سبادون استاذي. مرحبا لالا مرحبا لالا الله يسلمك. شكرا لك بزاف. مرحبا. الطريقه ديال التحضير ديالو شنو كيجي اروع وافضل؟ ناخذ مكالمه. يلا ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أختي سمية. أهلا 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 أم العيد من هو؟ بارك الله فيك. تحية لك وتحية للشاف وتحية للأخت رجاء اللي في المستقبل ياك. بارك الله فيك معك فريدة. فريدة تحية لها كبيرة وكنشكرها على حسن المستقبل. يعطيك الخير لالأم. هذه راه ماشي الحاجة بهيجة هذه راه ميلودة من أكادير. الحاجة ميلودة ماشي بهيجة؟ ميلودة من أكادير راه وزنيا إذا عطيني في واحد الحاجة بهيجة تحية ليها. جاني الصوت بحال حاجة بهيجة. سبحان الله. طيب لالا ام العيد تفضلي. نطلب منكم سيتومية نطلب من الشاف بغينا يعطينا وصفات اللي داخلين فيهم المهم بحال يعطينا عصيرات للسهره المباركه ان شاء الله ومبروك عواشركم. بغينا يعطينا وصفات اللي داخلين فيهم الخضار وبحال الحوت لان احنا كنتعطاو غير الشباكيه والسلو هذه بغينا وصفات اللي وعصيرات يكون داخل فيهم الماء وتبارك الله عليكم. هذا هو اللي غنقول لكم وشكرا لكم وشكرا للوصفات ديال الشاف من صبر. الله يحفظك لالا الله يسلمك لالا خصوص شهر رمضان. احنا كيف ما قلنا ردنا مقدمه بسيطه انتظروا منا المزيد اكيد مع الشيف ديالنا. وعدنا بحويجه بساط حويجه كتناسب مع الاجواء ديال رمضان منعشه في نفس الوقت سهله وخفيفه وهي طلبت حتى وصفات ديال السمك لان ما بقاوش ناكلوا غير الحلويات والشباكيه والسلوم وناكلوا حتى الخضر وناكلوا كذلك حتى الاسماك. المهم تغذيه خصها تكون متوازنه وتكون متكامله. تفضل الشيف ديالنا. يمكن ان السمك ديال السمك ما بقالناش الوقت اللي مبقاش الوقت ولكن ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله نطرقوا لهذه القضيه الباستياج للسيده اللي كانت سميتو وثاني حاجه ناخذ نشوفوا لي سبادون. لي سبادون مش غير كاشاره. لي سبادون هو داك اللي عنده السيف في قدام وجهه في نيفو عنده واحد السيف بحال شكل السيف هذاك هو لي سبادون. وان شاء الله من الحصه الجايه ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك شاف الله يخطيك وتحيتنا لكل مهتمات معنا فقرتنا جوج شركوا تعم كل يوم اثنين واربعاء ختامه مسك دائما باجواء المسابقه. قسيمه شراء للقيمه ديال 1000 درهم هدات لكم من طرف دائما الفينا الماركه التركيه للملابس النسائيه الانيقه. فبصحه والراحه للجميع. غادي نمشي نعلن على اسماء المحظوظين معنا. اختي شفيقه النجاري لالا شفيقه مبروك عليك كنتي محظوظه معنا في مسابقتنا لحلقتنا ديال اليوم. كذلك ماشي فقط غير فائزه بل كيكون معنا جوج ديال المحظوظات كل يوم. اختي كريمه ايت بعزيز. اختي كريمه ايت بعزيز مرحبا بك واكيد انت راكي كنتي محظوظه معنا تدخل عليك بالصحه والراحه. قسيمه شراء للقيمه ديالها كيف ما قلنا القيمه ديالها 1000 درهم مهدات لكم من طرف الفينا واللي هي الماركه التركيه للملابس النسائيه الانيقه. طريقه المشاركه جد سهله ممكن كل وحده فيكم تشارك يكفي فقط بعث رساله
قصيرة نصية اسكا 5054 وتم الاس ام اس و6 درهم بدون احتساب الرسوم باش تفوزوا معنا بهذه القسيمة الشراء. غدا انتظرونا بالمزيد من المعلومات، انتظرونا كذلك باجواء المسابقة ومحظوظات ومحظوظين ان شاء الله معنا جداد. اما اللحظة بعد هذا الفاصل غادي تمشي في تمام 11 مع برنامج صحة وراحة البال مع زميلتي بشرى المنصور والاستاذ جلال المدن.